نتحدث في هذا اليوم عن أشهر المسائل المتعلقة بسجود السهو، وسأعرضها بإذن الله تعالى بأسلوب مختصر، لأن كثيرا من الناس يجهل أحكام سجود السهو. وسأمثل على صلاة الظهر، وتقاس الصلوات الأخرى عليها. رابعة، قد تقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة مثلاً في صلاة الظهر لم تتشهد التشهد الأول. هنا إذا نهضت ولم تستقم قائما فيجب أن تجلس، إن لم تجلس بطلت صلاتك. لكن لو استتممت قائما فلا تعد، استمر سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ الفاتحة، بما أنك قمت فهنا ماذا؟ لا تعود، لكن يجبر بسجود السهو. لكن لو أنك حينما نهضت قبل أن تقوم تذكرت فيجب أن تجلس، فيجب أن تجلس. والدليل حديث المغيرة في سنن أبي داود وفي غيره، وهو حديث ثابت، وأعله بعضهم بجابر بن يزيد الجعفي، لكنه قد توبع كما عند الطحاوي، فالحديث ثابت. فإذا هذا هو الصنيع الذي يكون للإنسان. وهذا قد يحدث، بعض الناس قد يكون مع إمام، الإمام استتم قائمة وإذا ببعضهم يسبح سبحان الله سبحان الله، بما أن الإمام قام فإنه لا يجوز له أن يعود مرة أخرى، ولذلك يتنبأ لمثل هذا الأمر.